الحزب الإسلامي في عام 1960 لما أسس بقرار من حركة الإخوان بهذه الصورة. الهيئة المؤسسة غالب ما كان فيها بمقدار علمي كانوا من الإخوان، وهناك شخصيات أخرى لمكانتهم الدينية والاجتماعية دخلوا في الهيئة التأسيسية ودخلوا حتى في تشكيلة القيادة. هذا بمقدار علمي عن الموضوع. ليش أكو عندنا سوينا حزب إسلامي؟ ما هو عندنا حركة إخوان، ليش حركة الإخوان سوت حزب إسلامي؟ الوضع يختلف. إحنا لما نجي عن تاريخ تأسيس الإخوان في سنة 60 لما كذا، هو حقيقة لما نظر إلى كل التاريخ لم يسمح بالقانون لحركة الإخوان أن تتشكل. عندما أرادت حركة الإخوان أن تتشكل باسمها لم ما حصلت. عام 1960 عندما أجاز قاسم تسجيل الحزب من الأول يعني حتى أيام العهد الملكي ما استطاعوا أن يؤسسوا باسم الإخوان المسلمين، أسسوا باسم جمعية الأخوة الإسلامية. لاحظ. وأيضا تم من صارت الأحكام العرفية الصور بالخمسينات 54-55 هم يعني جمدوها للجمعية أو حلوها للجمعية. وعلى كل حال فرسميا لم يتشكل تنظيم باسم الإخوان المسلمين يعني رسمي ومسجل في الدولة، بعكس الأردن اللي سجل بهذا الأساس لأنه ما كانوا قادرين. فحركة الإخوان المسلمين كانت حركة سرية، حركة اجتماعية بشكل رئيسي تركز على المعاني الإسلامية وإشاعة حالة التدين والتفقه في الدين إلى آخر ذلك.